هلا وأنا نونا. اليوم لعبتنا اسمها روبلوكس. هاي اللعبة أول مرة أصورها بقناتنا. اللعبة هي جدا حلوة، وشوفوا هاي شخصيتي وستايل والشعر، وهاي شوفوا اللي وراها. خلونا نبدأ، بس أريد أراويكم الماب اللي راح ألعبه. هذا هو الماب، نضغط الزر، دخلنا الماب. اوكي دخلنا، وهذا الماب شوفوا شكله، بيه هواي عقبات كنا نعبرها ونفوز. عندنا اول شي هاي العقبات، شوفوها، خل اسوي هيجي. هاي اللعبة 3D. اوكي راح اعبرها. شوفوا هذا التشيك بوينت، من راح اوقع شو اسمه ما راح يخليني اعيد من البداية. دسنا على التشيك بوينت، عندنا هاي يكون نعبرها سهلة. هاي خلنا نروح من هاي الجهة، النوب هاي الجهة الأخيرة، قفزة. وهذا التشيك بوينت مرة ثانية. عندنا هاي العقبات، خلينا نعبرها. عبرتها، هم ناخذ التشيك بوينت. قبل لا أروح لازم على كيفي على مود ما اخسر التشيك بوينت. اصدقائي اذا تريدون تلعبون وياي راح اقول لكم اسم الصفحه. اسم الصفحه نونا 2010 هيرو. يلا هاي اذا تريدون تلعبون وياي. عندنا هاي الدوائر، خلنا نقمص فوقاهن، هم اكو هواي الوان، خلنا نقمص 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 نقمص. اخر شي عندنا تشيك بوينت. بعد هواي، خل نروح. اوكي على كيفنا، لان هاي نوقع من هذه الفتحة. اوكي وصلت التشيك بوينت. عندنا هذين المكعبات، خل اسوي هيجي لان مرات يسوون فتحة وانا ما ادري. يلا راح نوصل. وصلنا للتشيك بوينت. عندنا اسماك هنا. أنا يلا راح اكمل بقلي بس ثلاثة. يلا تشيك بوينت هسه كلش قريب، اخذت التشيك بوينت. اوكي لسه ما وقعت. عندنا هسه هذني، خل اسوي هيك اولا بعدين اقمص فوقاهن. اوكي لا قريبة من التشيك بوينت. يلا عادي راح يرجعني نفس المكان، شوفوا وقعت ما عادني من البداية. يلا هسه اريد تركيز. وصلت للتشيك بوينت واخيرا. عندنا هسه هذني، كون نقمز فوقاهن، واحد اثنين ثلاثة. يلا كون ما اوقع، كون وصلت. هذا التشيك بوينت، كون نقمز مو بهذني اللي فوق، شوفوا هذني الالوان هسه، كون نقمز فوق هذني. يلا خلي نكمل سهل عبرنا. شوفوا هذا طويلة وصغيرة. اوكي خلنا نعبر على كيف يكون ما اوقع. اذا عاد وقعت راح ارجع للتشيك بوينت نفسه. يلا عندنا اللون الاخضر، وهناك اصفر، وصلنا. يلا ما بقى شيء، كنا امشي على كيفي على مود ما اوقع. اتمنى يعجبكم الفيديو. اوكي الا شوي التوقع هيجي الا شوي. يلا خلي نكمل. بقى لنا شويه، خلي اكمل. ذيك كانت كبيره، هاي كلش ضعيفه، ما اقدر امشي، لان اذا مشيت وهيك عدل اوقع، يعني كون هيك امشي. وصلت يما، اخذت التشيك بوينت واخيرا. شنو عندنا؟ هذني المربعات، كانت وشيكه. عندنا هذني الالوان. يلا راح اوصل التشيك بوينت. عندنا هاي المربعات، يعني شلون كون نقمص على هذني الحافه. بس
أوه مو قاعد تشوف المدرسة الحافة. يلا هذه أسهل راح تصير. هذا كلش زين، ما راح أوقع. أوكي عندنا دوائر، هاي كل سهلة عندي بالنسبة إلي. خلنا هامتش بوينت، خلنا نقمص وصلت للتشيك بوينت. اوه شوفوا هذني، كون نمشي على هذني والنوب نقمز، نروح للثانية النوب هاي نمشي هم على كيفنا لان هاي هم ضعيفة. اوكي نروح للتشيك بوينت، عندنا هسه هذني مستطيلات، كون نقمز فوقاهم وهم اكو فتحات. يلا وصلت للتشيك بوينت. اوه هذني اصلا ما يحتاج قمز، تدرون ليش؟ لان فتحات كلش صغيره. شوفوا قاع امشي اني وما قاع اوقع. اوه اللي شو توقع هذي حركت اني. اوكي هذا طويل كون عبره، هذا كلش ضعيف كلش يعني كون امشي كلش قليل، شوية سالفة طويلة. يلا حتى لو صح راح يصير طويل بس ما يخالف. اوكي ما بقى لنا شيء، ايش قد عبرنا. اوكي خلينا نكمل. اللي شو توقع صعوب. يمكن ذاك كان اسهل اللي كان ضعيف، بس هذا كلش ضعيف. يلا ما بقى شيء، يلا نونة انت بطلة، شجعوني اعطوني لايكات على مود اصير اقوى. او قمزت بالغلط، يلا ما اوقع. هاي طبعا يحتاج لها تركيز مو قوي، شوف ايش قد عبريت. اوه اكو ناس قاعد يوقعون، شوف هذا الصوت يعني قاعد يوقعون، شوفوا هذولاك يوقعون. يلا ما بقى شي، كون ما استعجل. يلا. واخيرا وصلت، كانت طويلة. اللي هنا راح اتوقف، اذا لقيت دعم ولايكات هواي راح اسوي سلسلة روبلوكس وهواي مابات راح اصوركم اذا لقيت دعم. اتمنى عجبتكم اللعبة ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.